بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا بالميقات، وهلا وصلنا الكعبة الشريفة، وهاي العمة اليوم إلى روح المرحومة فايزة عبد الرحيم غميض بنت آمنة رحمه الله، آنسها الله، عوضها الله الجنة، الله اغفر لها وارحمها، الله اغفر لها وارحمها، اللهم ارحم ترابها. بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، اللهم اغفر لها وارحمها يا رحيم، اللهم ارحم ترابها واسر حسابها يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم ارحمها، اللهم اغسلها بماء الثلج والبرد، ونقيها من الخطايا كما نقى الثوب من الدنس. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ربي اغفر لي والوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين يا رب العالمين. الله رب الناس، انها بالبأس التشافي، لا شفاء لشفاء غشاني وسبا. اسال الله العظيم رب العظيم تشفي مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين يا رب العالمين. نرجو من الله القبول، نرجو من الله القبول. لا اله الا انت سبحانك اني من الظالمين، ولا حول ولا قوه الا بالله.